ما ان شاء الله بالرزق وبالتيسير ان شاء الله. فرحانه اني معكم اليوم وساكرم كسفيره القطار المغربي، هذا شيء كيف فرحني، وسعيده اني اليوم في حفل خيري، هذا زاد فرحني. السلام عليكم. بالنسبه للحضور ديالي اليوم في ارت دو كافتون لدورته الثانيه، فرحانه بزاف لانه غيتم تكريمي وفي بلادي بسفيره القطار المغربي، هذا شيء كيشرفني وكنفتخر به، وان شاء الله دائما نبقاو منورين بلادنا ورافعين رايه بلادنا داخل ارض الوطن وخارجه ان شاء الله. بالنسبه للاسبوع غادي يكون ان شاء الله في مدينه مراكش في 30 ديسمبر، وان شاء الله كل الناس اللي غادي تكون حاضره نتمنى انهم ينشطوا معنا ويفرحوا بعقيقه بنتي، وان شاء الله يدوز كل شيء مباركم سعود وكل شيء بخير وعلى خير ان شاء الله.